الناس تشير على قدر ما تقدر. في واحد يجيك في الخاص وكمية والله بيجيك في الخاص بيقول لنا ما لاقينا، بيقول لك ما لاقينا الفيديو، مع انه الفيديو بيكون قاعد عشان الناس تصل الاشعارات. شير لايك مستعد، وتعال احضر باقي تفاصيل الفيديو، حنقتصر في عجالة كده. طيب تصريحات ياسر العطا ارعبت الدنجة على رأس ملبوق المطلساتي الباشا طبيز الساكن سكنة جايب سرير عديل ونايم في قناة الحدث. الباشا طبيز هل تسمعني؟ نعم. طلس طوالي بيجي بطلس، ما بفتر من الكذب. كوز جينجا معروف شاب قد ناس الفلول كذا، مع انه كوز جينجا يقلد منصب مناصب عليا كمان مع الكيزان، كيزان الجينجا اسوأ انواع الكيزان، وهي تكلم لك على الفلول ويوم واحد ما صدق في كلمة. ارعبت تصريحات ياسر العطا، لانه في ناس او في سخط عام على تصريحات ياسر العطا، وبيقول لك يا اخي والله العظيم ما يقيتوا كلامكم كثير. الناس انساقوا خلف شعارات او خلف الطلس بتاع شنو فلول دقلو، انه ياسر العطا بتكلم ساي وما في فعل انساقوا، عشان كده بيقوا يسخطوا من التصريحات بتاعت ياسر العطا. على العموم التصريحات دي سمعت ودخلت سريعا في قيادات الجنجة، وعلى رأسهم البوق الباشا طبيز. والباشا طبيز قبل كم يوم برضو طلع اتكلم عن او طالب بحظر قوات العمل الخاص، قال يحظر له العمل الخاص، وده الكلام اللي قاعدين نقول فوق انه العمل الخاص ودي القوة الوحيدة الشقالة والاضافة للجوية المدفعية، انه العمل الخاص ده دخل شريحة في الجنجة وشغله سمع، وعندك كيكل برضه سجل اعتراف واضح. وزي ما قلنا لك يا كيكل، انت ساير على درب البيشي، قبل نام البيشي قاعدين نقول له اقسم بالله يا بيشي حتنجرم، احسب انت كده كده ماشي. هسه البيشي فات، وانت برضه باذن الله سجلوا كلامي ده باذن الله، والايام بيننا والله يا كيكل حتلحق البيشي. وكونوا انتوا مخترقين مخترقين لا مواطنين لا حاجة، انتو ذاتكم شفتوا في عصاباتكم دي كده مخترقين مخترقين، انا بقول لك عديل مخترقين تاكيك المخترق، ناسك الماشين معاك دي ذاتهم ها بيرفعوا تفاصيلك اول باول، عشان ما تقعد تمثل لنا فيه شيء. اصلا دخلت نفسك في فتيل والله ما تمرق منه ليوم الدين. طيب بالنسبة للموقف العملياتي، سنار حصل تدوين على سنار، الحمد لله المواطنين بخير ما في اي حاجة، لكن حصل تدوين وسنار آمنة مطمئنة. حول سنار عندك جبل موية، ما زالت القوات خارج جبل موية، ما زالوا او ما زالت الميليشيا متواجدة في جبل موية، تم تدمير منظومة وتدمير عربتان في جبل موية، ما في اي عمليات ارضية. كذلك السوكي ما زالت الميليشيا متواجدة، كذلك الدندر ما زالت القوات المسلحة والمشتركة خارج الدندر، كذلك سنجة ما زالت في قبضة الميليشيا، كذلك عندك اسمه شنو عندك ابطال النيل الازرق الليلة ديل يستحقوا نجمة الانجاز عن جدارة، سطروا ملحمة تاريخية، كابسوا لك الجنجة دي المكابسة، بلهم لك بل زي البل، دمروا منهم 9 عربات ودمروا منهم دفار عمل خاص، تحية لهم، دي الأسود الرابعة، ناس مرين، تحية لهم عموما شقارين، ولسه أرموا قدامه بيلو، بس خسرتهم الطيران، الطيران ما حضر أو الطيران ما اشتغل الشغل المفروض يشتغلوا، نحن بنكون صريحين والله. ما بنلبي لي حال بيشتغل ده بنديه حقه. طيب عندك حول سنار برضو تدمير 4 عربة، عندك اسمه شنو عندك المحور بتاع المناقل دمر 6 عربة واستلم عدد من الجنجة الأيام دي، ما شاء الله الاستلامات دي مستمرة، عمل خاصة شغال شغل تقيل جدا جدا المناقل. وبالنسبة لل عميد بتاع الشؤون العامة في المناقل أنا جايك
ده موضوع تاني. جاي تجار الأسود، تجار الأزمات، تجار الحرب، أنا جايكم مستشغالين، هاي تفاصيلكم كلها معانا بإذن الله، أنا جايكم. طيب شندي إسقاط مسيرة، عندك بحري الجيلي، عندك الجيلي تدمير 5 عربة، عندك بحري عموما الليلة حيدوا فيها 3 مدفع المزارع، إن شاء الله شغل كبير جدا جدا. ولا انا بركز على المدافع دي اشتغلوها، المدفعيه برضه الليله اشتغلت الشغل كويس جدا جدا، عزفت من الصباح بدري، عزفت واشتغلت شغل يسر البال. التحيه لهم ابطال العمل الخاص شغالين، يوم واحد يدهم ما كانت فاضيه شغالين. طيب في بحر برضه 3 أهداف، في هدف متحرك، 1 عقيد خلا اسمه رجبين، ده لم نملوه كميه من المستنفرين، شارع واحد وما عارف وين جابوا عبر خلام، ودائما لما نقول لك انجغم عقيد معه اخرون تلقى معه كميه من الفلنجات الماشين معه يعني. طيب عندك جنوب الخرطوم قصف مدفعي مدينة الرياضيه، وعندك جنوب الحزام عندك عمليات ارضيه، وفي موقعين جداد استلموا الناس العمل الخاص، لا نستطيع كشف هذه المواقع. طيب عندك غربي ومدرمان، عندك الجوية الليلة جنوب مدرمان اشتغل شغل كده على خفيف، لكن ده شغل غير كافي. اخواننا نكون صريحين واضحين، عمليات ارضية جنوب مدرمان معركة صالحة، اذا بدت عمليات ارضية هي بتنهي الموضوع، هدف هدفين 3 هدف ده ما بحل مشكلة. وعندك بقادم هنا قرب مدرمان يا سعادة الظافر، ده المطلوب. طيب تدمير 4 عربات برضه قربي ام درمان، والجنجة اشتغلوا الليلة دونوا، ونحن قلنا الجيش والقوات الموجودة هناك إذا مرقت ما في مشكلة، ومبدات تعرف شكلها كيف، والجماعة هناك الفزع التابع للجنجة أول انضموا للجنجة هناك لا ناس دواس ولا أي حاجة، والأيام دي كلهم قاعدين يصيجوا يعني، وقاعدين يتخارجوا وساخطين وبيناتهم مشاكل، وحتى المصابين ما قاعد، ده موضوع حرج له مرة ثانية إن شاء الله. على العموم الناس تطمن. طيب عندك المقرن، المقرن فيها مجاعة، الجنجة ضربان مجاعة في المقرن، 1 السوق العربي 4 عربة وصرصر تم تدميرها شارع